يواصل الجزائريون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد بين ثلاثة مرشحين على رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون. هذا وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية تخطت 13% في داخل البلاد، بينما تخطت 16% بين الجالية الجزائرية في أنحاء العالم. هذا وأظهرت استطلاعات للرأي أن الرئيس تبون هو الأوفر حظا للفوز بفترة ولاية ثانية مدتها 5 سنوات.